بسم الله الرحمن الرحيم. نيو جينيوس يونت 2 بارت 2 بيج 76 صفحة 76. هنتكلم النهاردة عن الادجكتيفز الصفات، ونتكلم عن الصفات في صيغة الكومباريتيف وصيغة السوبراتيف. صيغة الكومباريتيف يعني المقارنة بين اثنين، وصيغة السوبراتيف يعني المقارنة بين أكثر من اثنين. دي الكومباريتيف دي السوبراتيف. سوبراتيف هي صيغة التفضيل. هنتكلم عن الصفة دلوقتي في 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 حالتها، في حالتها الأساسية، يعني بدون أي مقارنة، بدون صيغة الكومباريتيف، بدون صيغة السوبراتيف، بدون صيغة المقارنة، بدون صيغة التفضيل. يعني الصفة العادية. إيه هي الصفة؟ An adjective is a word that describes a noun, whether someone or something. الصفة هي كلمة بتصف اسم. هذا الاسم ممكن يكون شخص ما أو شيء ما. طيب تأتي الصفة قبل الاسم وتأتي بعد verb to be. يبقى الصفة مكانها فين في الجملة؟ قبل الاسم. لما عندي هنا people ده اسم، بتاتي الصفة قبله أو أقوله polite people. polite people يعني الناس المؤدبين، هذا الصفة اجت قبل الاسم اللي هو people. وممكن تيجي الصفة بعد verb to be، يعني عندي هنا verb to be is، verb to be is. أنا عندي الصفة إيه؟ clever. clever دي صفة اجت بعد verb to be. يبقى الصفة إما تأتي بعد verb to be زي ما أقول is clever يعني ماهر، أو تأتي قبل الاسم. لما أقول لك polite people أو smart boy. polite people هذا عندي الاسم، عندي boy وعندي people. الصفة فين؟ هي polite وsmart. polite وإيه؟ smart. he is a smart boy يعني هو ولد ذكي. طيب لا تسبق الصفة بأداة إيه أو آن إلا إذا تبعت باسم إيه؟ مفرد. لما أقول لك polite people عندي people جمع فأقول polite. أما أقول ولد ذكي أقول a smart boy لأن ولدي مفرد فأقول a smart boy. يبقى الصفة مكانها تأتي قبل اسم أو تأتي بعد verb to be زي is. طيب رقم اثنين، تأتي الصفة بعد الأفعال التي في أفعال لازم يجي بعدها صفات. زي إيه؟ sound يبدو. أقول sounds good يعني صوته جيد. لما أقول لك إيه؟ find يعني يجد. feel يشعر. appear يظهر. look يبدو. تيست لو مزاق. سميل لو رائحة. سيم يبدو. بيكم يصبح. جت يصبح. الأفعال دي كلها يأتي بعدها إيه؟ صفات. يبقى الصفة تأتي بعد verb to be، تأتي قبل الاسم وتأتي بعد هذه الصفات. نقول لك my mother's good. my mother's food tastes delicious يعني أكل أمي طعمه لذيذ. tastes هنا إجا بعدها كلمة delicious يعني لذيذ. ممكن أقول seems good. ممكن أقول لك إيه؟ looks smart. ممكن أقول إيه؟ becomes delicious أصبح أصبح لذيذ. فأنا عندي الأفعال دي بالفعل الصفة بتأتي بعدها. I was playing football when the sky went dark. عندي الفعل go برضو بيجي بعديه ايه صفة زي went dark. went dark يعني السماء اصبحت ايه؟ اصبحت سودة مظلمة. يبقى اذا الصفة تأتي قبل الاسم لما اقول لك polite people او smart boy، وتأتي بعد verb to be لما اقول لك is clever، وتأتي بعد هذه الافعال لما اقول tastes delicious went dark. طيب الصفات لا يأتي بعدها اسماء ابدا. في صفات ما يجيش بعدها اسم خالص. في صفات ما يجيش بعدها اسم زي alive على قيد الحياة، afraid خائف، asleep نائم، alone يعني لوحده، glad سعيد، alike متشابه، awoke مستيقظ. الأفعال دي ما يجيش بعدها إيه؟ الأفعال دي ما يجيش بعدها اسم. آسف الصفات دي ما يجيش بعدها اسم. لما أقول لك إيه؟ عندي
ميرنا was afraid. ميرنا كان خايفة. When she was alone. عندما كانت إيه لوحدها. عندي alone ما يجيش بعدها إيه اسم. طيب. We are pleased. إحنا كنا مسرورين. As the injured man is alive. لأن الرجل المصاب كان إيه على قيد الحياة. Alive. Alone. دي صفات ولكن ما جاش بعدها إيه أسماء. بس خلي بالك دي صفات إجت بعد verb to be. طيب. توجد بعض الصفات توجد بعض الصفات لا تأتي بمفردها على الإطلاق ولا بد أن تتبع باسم. في صفات الصفات دي ما يجي بعدها اسم، لكن الصفات دي لازم يجي بعدها اسم. زي ماينور، ماينور يعني فرعي، مين رئيسي، أو الدور خارجي، إن دور داخلي. زي ما نقول إيه الجمهورية is a main street in here. الجمهورية هو شارع رئيسي. أب ما أقول minor street يعني شارع فرعي. main street minor street minor street شارع فرعي main street شارع رئيسي أو الدور street شارع خارجي أو الدور location يعني مكان خارجي indoor location يعني مكان داخلي. فأنا عندي الصفات دي minor main أو الدور indoor دي صفات لازم يأتي بعدها أسماء. طيب الصفات المنتهية بإيدي تصف إنسان شيء عاقل. الصفات المنتهية بإيدي تصف شيء عاقل، خاصة لما أكون فاعل. لما أكون إيه فاعل، لما أقول I am interested in French، أنا مهتم باللغة الفرنسية. عندي I دي عاقل، فخد interested الصفة خدت إيدي. She was frightened. هي كانت خائفة. عندي شيء دي عاقل. فخدت الصفة خدت ED. Frightened. I was confused. أنا كنت متلخبط. الصفة خدت ما يكون عندك الفاعل عاقل الصفة تاخد ED. طيب. ماشي؟ طيب. بعد كده عندي الصفات المنتهية بـ ING. تصف شيء خاصة لما تكون إيه؟ لما تكون مفعول، فاعل أو مفعول غير عاقل. يعني الصفة تنتهي بإيه؟ بING. يعني الصفة تنتهي بED لما يكون الفاعل إيه؟ عاقل. الصفة تنتهي بING لما يكون الفاعل أو المفعول غير عاقل. لما أقول English is an interesting subject، اللغة الإنجليزية هي مادة مسلية، هذا عندي interesting غير عاقل، خد الصفة خدت ايه؟ ING. The exam was very confusing. ING لأن exam غير عاقل. Dangerous animals حيوانات frightening هذا غير عاقل، فخدت الصفة خدت ايه؟ ING. إذن الصفات الغير عاقلة الصفات المنتهية بـ ING تصف شيء غير عاقل، خاصة لما يكون فاعل أو مفعول. الصفات المنتهية بـ ED تصف شيء ايه؟ عاقل، خاصة لما يكون الفاعل عاقل. الصفة المنتهية بـ ED تصف إنسان عاقل. الصفة المنتهية بـ ING تصف شيء غير عاقل. طيب. ليس شرطا الصفات المنتهية بـ ING تصف الأشياء ولكن قد تصف أشخاص عندما يكون الشخص سبب للصفة. إنما أقول إيه؟ I don't like to speak with disappointing people. Disappointing دي بتصف مين؟ هل بتصف I الفاعل؟ لا. ما بتصف إيه؟ people بتصف الأشخاص. الشخص هو سبب ليه الصفة disappointing. يعني أنا ما أحبش أتكلم مع الناس اللي هو عندهم خيبة أمل، عندهم محبطين. فأنا عندي disappointing دي مش بتصف فاعل، دي بتصف إيه؟ بتصف مفعول. فمفعول المفعول طالما مفعول الصفة بتاخد إيه؟ ING. He is an interesting man. هو رجل مسلي. He likes jokes. هو عندي رجل مسلي. is an interesting man عندي رجل مسلي. هنا interesting تصف مين؟ تصف الرجل، مش تصف he is interesting. فاخدت ING. he is an interesting man تصف الشخص. عندما يكون الشخص سبب للصفة عندما يكون الشخص سبب للصفة فالصفة تاخد ING. خلاص الصفة تاخد ايه؟ ING. عندما يكون الشخص سبب لليه الصفة تاخد ايه؟ ING. يبقى عندي صفات، في صفات تنتهي بإيدي
لتصف الشيء أو الشخص الفاعل العاقل. الفاعل الصفة تنتهي بإي دي تصف الفاعل العاقل. صفة تنتهي بأي ني جي تصف الفاعل والمفعول الغير عاقل. صفة تنتهي بأي ني جي ويجي بعدها اسم، والاسم ده سبب ليها، فتنتهي بإيه؟ بأي ني جي. طيب بعد كده في عندي مجموعة كلمات يأتي بعدها الصفة، مش قبلها، بعدها. لما أقول لك everyone كل واحد، everything كل شيء، everywhere كل مكان، someone شخص ما، something شيء ما، somewhere مكان ما، anyone أي واحد، anything أي شيء، anywhere أي مكان، no one ولا واحد، nothing nothing لا شيء، nowhere ولا مكان. هذه الكلمات كلها الصفة تأتي بعدها. لما أقول I'd like to meet someone famous، أنا عايز أقابل شخص ما مشهور، صفة famous إجت بعده someone. I'd like to go to somewhere fantastic، أنا عايز أذهب إلى مكان ما مدهش، fantastic إجت بعد somewhere. إذا هذه الكلمات everyone everything everywhere someone something somewhere anyone anything anywhere no one nothing nowhere، هذه الكلمات كلها الصفة تأتي بعدها. طيب لما أقول لك I was angry to see، أقول إيه؟ a boy sleep، ما ينفعش a sleep boy، sleep boy لا، I was angry to see a boy who was asleep، لأن كلمة sleep asleep دي على قيد الحياة، دي كلمة asleep ما يجيش بعدها اسم، فهنا a boy sleep أداة إجت بعد اسم، a sleep boy إجت قبل اسم، هنا sleep boy إجت قبل اسم، ما ينفعش أسليب يعني نائم تأتي لوحدها بدون اسم، بدون اسم. فأقول I was angry to see a boy يعني ولد، أنا كنت غضبان أن أنا أشوف ولد هو was asleep كان نائم in class في الفصل، هو was asleep، asleep يجي في آخر الجملة، تمام كده؟ طيب أسليب، ألون، ألايف، دي كلها صفات تأتي لا يأتي بعدها أسماء، لا يأتي بعدها أسماء خالص، ولا يجي قبلها أسماء، لا يجي بعديها ولا يجي قبلها. طيب I saw someone beautiful، ليه someone beautiful؟ لين someone و something و somewhere و anyone anything anywhere و everyone everything everywhere كلها الصفة تأتي بعدها someone beautiful. The concert has been cancelled، حفلة الموسيقية ألغيت. I am very disappointed قبل اي دي، ليه؟ اي دي ليه؟ لان اي عاقل، فخد الصفة، صفة تنتهي باي دي. طيب The concert I was angry to see a boy I was angry to see a boy who was asleep. I saw someone beautiful. ليه beautiful الصفة؟ تيجي بعد someone something somewhere anyone anything anywhere everyone everything everywhere، دايما الصفة تيجي بعد هذه الكلمات. طيب The concert has been cancelled. I am very disappointed بالED. ليه بالED؟ علشان خاطر I ده عاقل، اللي كان الفاعل عاقل الصفة تاخد اي دي، طب الفاعل غير عاقل الصفة تاخد اي ان جي. طيب The concert has been cancelled. It is very disappointing بالاي ان جي. It غير عاقل، الصفة خدت ايه؟ اي ان جي. The exam was hard. There was lots of question. That's lots of confusing question. هنا confusing بتصف الايه؟ الأسئلة، بتصف ايه؟ الأسئلة، عشان كده خدت ing، يعني الاسم اللي إجا بعد الصفة سبب للصفة، إذا كان الاسم اللي إجا بعد الصفة سبب للصفة فالصفة تاخد ايه؟ ing. معي كده؟ يبقى إذا كان الاسم عاقل الصفة تاخد اي دي، إذا كان الفاعل غير عاقل الصفة تاخد ايه؟ ing. إذا كان الاسم اللي إجا بعد الصفة سبب للصفة الصفة تاخد ايه؟ ing، بصرف النظر عاقل أو غير عاقل. طيب after some time
ذا جيرلز فيس جرو جروسات. ليه؟ كلمة جرو كلمة سين، كلمة جرو سين، بيكم تيستس سميل، دي الكلمات دي كلها لازم يجي بعدها صفة، فجرو ساد يعني يصبح حزين. تمام ماشي. طيب الأفعال اللي هي فيها تغيير اللي بتعمل تغيير دي دايما يجي بعدها الايه الصفة، الأفعال اللي فيها تغيير دايما يجي بعدها الصفة. زي ايه مثلا؟ عندي كلمة ايه، كلمة ساوند، عندي كلمة فايند، عندي كلمة فيل، ابير، لوك، تيست، سميل، سيم، بيكم، دي كلها افعال بتحدث ايه؟ بتحدث تغيير. فالافعال دي كلها يجي بعديها ليه؟ يجي بعديها الصفة. فانا عندي هنا جرو ساد، جرو ايه؟ ساد. طيب رامي لوكس، لوكس ايه؟ لوكس ساد، يبدو عليه سيد، يعني برضو لوك ياتي بعدها الصفة، جرو ياتي بعدها ايه الصفه. طيب يو وير فيري انلاكي تو لوزك، انت كنت غير محظوظ ان انت تفقد الايه اللعبه. يو وير فيري انلاكي. كده انتهينا. اذا في عندي صفات لا ياتي بعدها اسماء وتاتي في اخر الجمله، زي عندي اسليب الايف، عندي اسليب، عندي الايف، عندي الون، دي كلها فلازم تاتي بعدها، ياتي قبلها فيرب تو بي وبعدها ايه الصفه، تاتي في اخر الجمله ما يجيش بعدها اسماء، عشان كده ابوي هو واز الايف. someone وsomething وsomewhere ياتي بعدها الصفه، زي someone beautiful. طيب اذا كان الفاعل عاقل الصفه بتاخد اي دي، اذا كان الفاعل غير عاقل الصفه تاخد اي ان جي، اذا كان الاسم اللي يجي بعد الصفه سبب للصفه الصفه تاخد اي ان جي بصرف النظر عن الاسم، هذا الاسم اذا كان عاقل او غير عاقل، عاقل او غير عاقل، المهم انه سبب للصفه الصفه تاخد اي ان جي. في افعال زي جرو بيكم وتيست وسميل وغيره، الافعال دي جرو تاخد يجي بعدها الصفه، لوك يجي بعدها الصفه، زي ساد. طيب يو وير فيري انلاكي. طيب ماشي، نيجي بعد كده لصيغه المقارنه. صيغه ايه المقارنه؟ عندي شورت ادجكتيف، الصفات نوعين، في شورت ادجكتيف وفي لونج ادجكتيف. شورت ادجكتيف يعني صفه قصيره، ولونج ادجكتيف ادجكتيف يعني صفة ايه طويلة. اعرف الصفة القصيرة من الصفة الطويلة عن طريق النطق، الصفة اللي بنطقها مرة واحدة دي صفة قصيرة، والصفة اللي بنطقها على مرحلتين او اكثر دي بسميها صفة طويلة. زي ايه؟ زي كلمة يانج بنطقها مرة واحدة، يانج، شورت مرة واحدة، تشيب، تول، نايس، وايد، بريتي، هابي، هيفي، ايزي، دي كلها صفات بنطقها تطلع من بوجي مرة واحدة، ما فيش فيها ايه؟ ما قلتش بيوتيفول، ما قلتش اتراكتيف، ما قلتش مثلا ايه؟ هانسم، ما قلتش تاي دي. طبعا دي صفات فيها مور ذان وان سيلابل، اكثر من ايه؟ اكثر من مقطع، لكن ده مقطع واحد. يانج في حال في صيغه الكومباريتيف، يعني ايه كومباريتيف؟ مقارنه بين اثنين. يعني ايه سوبرتيف؟ يعني صيغه تفضيل، يعني مقارنه بين اكثر من ايه اثنين. يبقى انا عندي الادجكتيف الصفه في صيغه الكومباريتيف مقارنه بين اثنين، صيغه السوبرتيف مقارنه بين اكثر من ايه اثنين. الصفه اذا كانت شورت يعني صفه قصيره في حاله المقارنه، في حاله الكومباريتيف المقارنه بين اثنين اضيف لها اي ار زائد زان. طب في حاله السوبرتيف صيغه التفضيل او المقارنه بين اكثر من اثنين اجيب قبلها ذا وبعديها اي اس تي، وده الحال في كله. طب اذا كانت الصفه منتهيه باي اضيف ار بس، انت معايا؟ اذا زي نايس اقول نايسر اضيف ار، ذان ذا نايسست. طب وايد وايدر، ذان ذا وايد اضيف ار. هو المفروض عندي في صيغه الكومباريتيف اضيف اي ار، طب عندي اي اضيف الار بس. طب عندي هنا ايه نايس المفروض في صيغه السوبرتيف اجيب قبلها ذا وبعدها اي اس تي، طب عندي الاي اضيف الاس تي بس. تمام كده؟ طيب في عندي صفات زي بريتي، بريتي يعني لطيف جميل كويس. طيب في حاله السوبرتيف، في حاله صيغه الكومباريتيف مقارنه باثنين المفروض اضيف اي ار، فانا عندي الواي اجى قبلها حرف كونسوننت، حرف ساكن اللي هو حرف التي، فعند اضافه الاي ار بحول الواي الى اي واضيف الاي ار.
اقول prettier than. طب the prettiest. طب happy, happier than, the happiest. heavy, heavier than, the heaviest. easy, easier than, the easiest. ليه انا حولت الواي الى اي في صيغه الكومباريتيف وصيغة السوبراتيف؟ لان الواي اجى قبلها حرف كونسونانت, حرف ساكن. اما اذا اجى قبلها حرف متحرك تفضل زي ما هي. ايه الحروف المتحركه؟ الاي والاي والاو واليو والاي والاو والاي واليو والواي. دي اسم الحروف الايه المتحركه, وما عدا ذلك كل الحروف كونسونانت. يعني ايه ساكنه؟ ساكنه يعني ثابته. حروف متحرك, حرف متحرك يعني ايه؟ يعني حرف بتغير نطقه من كلمه الى اخرى, ماشي. فالحروف اللي قبلها حروف ايه ساكنه. فالواي اذا اجى قبلها حرف ساكن عند اضافه الاي ار تحول الى اي, وعند اضافه الاي اس تي تحول الى ايه؟ الى اي. طيب دي طيب ماشي. طيب اذا كانت عند اضافه الاي ار زي صفه زي هوت, عند اضافه الاي ار التي دي اجى قبلها حرف ايه متحرك الاو. قال لك اذا عند اضافه الاي ار او الاي اس تي اذا كان اخر الجمله, اخر الكلمه, اخر الصفه حرف ساكن قبله حرف متحرك يضاعف هذا الحرف. يعني التي اخر الصفه هوت اجى قبلها حرف ايه متحرك اللي هو الاو. طب انا عاوز اضيف الاي ار, فهتلاقي حرف التي وقع ما بين حرفين متحركين فلازم يضعف عشان يقدر يقوي نفسه. اقول هوت هوتر ذان, ذا هوتست. بيج بيجر ذان, ذا بيجست. ثين ثينر ذان, ذا ثينست. انا الجي ضعفتها والتي ضعفتها والان ضعفتها. ليه؟ لان سبقهم حرف متحرك, وهنضيف لها حرف متحرك اللي هو الاي. فالحرف ساكن وقع ما بين حرفين متحركين فيعتبر ضعيف, فلازم يضعف هذا الحرف. اقول ثينر بيجر هوتر, ضعفنا الحرف في كل الصفات. طيب ماشي. لما اقول جانا استول, جانا ايه طويله. طب انا عايز اقارن جانا, عاوز اقارن جانا بميرنا, اقول جانا اطول. فدي مقارنه بين اثنين, دي صيغه كومباريتيف. فالصفه عندي طول اضيف لها اي ار زائد زان. ليه؟ لان المقارنه بين اثنين, بين جانا وبين ايه وبين ميرنا. طب عاوز اقارن بين جانا وبين الفصل كله, يبقى دي صيغه تفضيل اكثر من اثنين. يبقى الصفه طول اجيب قبلها ذا واضيف لها ايه اي اس تي. اقول جانا از تولست جير, جانا از تولر زان ميرنا, جانا از تولست جير, جانا اطول واحده في الفصل, جانا اطول من ايه ميرنا. لما قارن بين اثنين جانا وميرنا ده صيغه كومباريتيف مقارنه بين اثنين. لما قارن بين جانا والفصل كله دي صيغه سوبراتيف صيغه تفضيل. يبقى هنا اقارن بين اثنين وصفه قصيره اضيف اي ار زائد زان. طب اقارن بين اثنين وصفه طويله وصفه قصيره برضو بين اكثر من اثنين اجيب قبلها زاء وبعدها ايه اي اس تي. تمام, ده شورت ادجكتيف. نيجي بعد كده للونج ادجكتيف. يعني ايه لونج ادجكتيف؟ لونج ادجكتيف يعني صفه طويله. لما اقول بيوتيفول لما اجي انطقها كده بيو ها تي فول, 3 سيلابلز, 3 مقاطع. انتر ريس تينج ار, 3 مقاطع. ديفي كالت مقطعين. اكس بن سيف 3 مقاطع. اكساي تينج ادا هنا مقطعين. يبقى الصفه الطويله لما اجي اعرفني صفه طويله ازاي؟ لما اجي انطقها على كذا مقطع, اكثر من مقطع. لكن الصفه قصيره اقول هوت مقطع واحد. الصفات القصيرة مقطع واحد, ولذلك دي تتبع قاعدة الصفات القصيرة. الصفة الطويلة بتتبع قاعدة الصفات الطويلة. ليه؟ بنطقها على كذا مرحلة, على كذا سيلابل, على كذا مقطع, فدي بسميها صفة طويلة. طيب الصفات الطويلة عند المقارنة في صيغة الكومبين بين اثنين قالك اجيب قبلها مور وبعدها زاء, ما ضيفش ليها لانها اصلا طويلة, ما ضيفش اي ار زاء, لا لانها طويلة اصلا, لا اجيب قبلها مور وبعدها ايه ذا. طيب في عندنا صيغه سوبرت المقارنه من اكثر من اثنين قال لك ما اضيفش اي اس تي, لا اجيب قبلها ذا موست, اجيب قبلها ايه بالظبط. يبقى بيوتيفول مور بيوتيفول ذان ذا موست بيوتيفول. انترستنج مور انترستنج ذان ذا موست انترستنج.
difficult more difficult than the most difficult, expensive more expensive than the most expensive, exciting more exciting than the most exciting. طيب انا عاوز اقارن من جنى وسهى، عاوز اقول جنى اكتر جمالا من سهى، اقول جنى طبعا الصفه مقارنه بين اثنين وصفه طويله اجيب قلبها مور وبعدها ايه جنى is more beautiful than سهى. طيب عاوز اقارن بين جنى وبين اصدقائها كلهم في 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 من ناحيه الجمال اقول ايه جنى is the most اجيب قبلها the most beautiful صفه beautiful اجيب قبلها the most. يعني عند المقارنه بين اكثر من اثنين اجيب قبلها the most، عند المقارنه بين اثنين اجيب قبلها more وبعدها ايه ده. طيب في عندي مجموعه ملاحظات على الصفات، في عندي مجموعه ملاحظات على الايه على الصفات. اولا لا نستخدم زان في حاله عدم ذكر الطرف الاخر، المفروض بين المقارن بين اثنين احط زان صح. طيب ممكن ما استخدمش الطرف الثاني طالما ما ذكرتش الطرف الثاني، لما يكون في طرفين جنى وسهى بس ممكن ما اذكرش سهى خالص، لو ما ذكرتش سهى يبقى ما اذكرش زان، اقول جنى is more beautiful بس. يعني بقول لك I need a more beautiful house، انا عايز بيت جميل، بيت اكثر جمالا. المفروض الصفه تقول ايه than your house، اكثر من بيت، بيت اكثر جمالا اكثر than علي، انا عاوز بيت اكثر جمالا من علي، من علي's house مثلا، علي's house من بيت علي صح. طيب انا هنا شلت على الزهوس خالص، شلت الطرف الثاني وشلت ذان، طالما شلت الطرف الثاني يبقى هشيل ذان واقول اي نيد ا مور بيوتيفول هاوس، انا عاوز بيت اكثر جمالا، يبقى في حاله عدم ذكر الطرف الثاني اشيل ذان ماشي، واسيب الجمله زي ما اقول لك اي نيد ا مور بيوتيفول هاوس، في حاله عدم ذكر الطرف الثاني اشيل ذان. طب حطيت الطرف الثاني يبقى لازم احط ذان الثاني. I am feeling happier now. لما اقول لك هي اصل الجملة I am feeling happier than احمد، انا اشعر انني اسعد من احمد صح. طيب احمد انا شلت الطرف الثاني، طالما شلت الطرف الثاني اشيل زان، يبقى I am feeling happier. الصفة دي صفة طويلة مقارنة بين اثنين، الصفة دي صفة قصيرة مقارنة بين اكثر من اثنين، بين اثنين برضه. الصفة دي صفة طويلة beautiful مقارنة بين اثنين، اجيب قبلها more والمفروض بعدها ذنب بس شلته لان ما ذكرتش الطرف الثاني. هنا صفه قصيره هابير المفروض ذان مثلا علي. طيب هنا ايه انا شلت علي يبقى شيل ذان واخد ذان. انا بشعر اكثر سعاده هابير اكثر سعاده مور بيوتيفول اكثر جمالا، يبقى في حاله عدم ذكر الطرف الثاني بشيل ذان واخلي الجمله زي ما هي. طيب نستخدم صفتي مقارنه بينهما ان لبيان هناك تحديث تغيير، يعني نقول لك everything is getting more and more expensive، كل شيء بيصبح اكثر واكثر غلاء، more and more expensive than yesterday مثلا من الامس، انا yesterday بالامس شلتها يبقى اللي هو الطرف الثاني واشيل than more and more، يعني ممكن اقول more expensive is getting more expensive، كل شيء بيصبح اكثر غلاء، بس انا عاوز ازود عاوز اعمل ايه صيغه مبالغه اقول more and more، يعني ينفع صيغه مبالغه اقول more and more؟ ايوه ينفع. he is getting taller and taller، طب دي صفه طويله اقول more and more عشان اعمل صيغه مبالغه. طب والصفه القصيره عندي taller عندي he is getting taller than كذا، طب انا شلت الطرف الثاني وشلت than وعاوز اقول اطول واطول 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 اقول هي از جيتنج تولر اند تولر، يعني ينفع الصفه اضخم الصفه واعمل لها صيغه مبالغه واقول تولر اند تولر مور اند مور اكسبنسيف تولر اند تولر ماشي. طيب نستخدم صفه المقارنه بمعنى كلما عملت كذا عملت ابقى كذا. ذا هاردر يو ستادي ذا هاير ماركس يو جيت، كل ما تدرس بجد اكثر كل ما تحصل على درجه كذا.
The faster you drive, كل ما تسوق أسرع, the more dangerous, كل ما يكون أكثر إيه؟ أكثر خطورة. الله, طب ما الصفة دي نكتبها إزاي؟ أو قال لك هنحط ذا, زاد الصفة, زاد الفاعل, زاد الصفة, harder, زاد الفاعل, زاد الفعل. طب والجملة الثانية, ذا زاد الصفة, زاد الفاعل, زاد الفعل. بمعنى تاني, نحط ذا زاد الصفة في أول الجملة الأولى, وذا زاد الصفة في أول الجملة الثانية. بمعنى آخر, معنى ثالث, إن أنا بس الصفة اللي أنا بحطها الصفة اللي أنا بحطها بعد ذا في أول الجملة الأولى بتكون في صيغة إيه؟ في صيغة الكومباريتيف, يعني صيغة المقارنة بين إيه؟ اثنين, يعني أضيف لها إي آر. الصفة اللي أنا بجيب قبلها ذا بحطها في صيغة المقارنة, يعني إيه؟ يعني بضيف لها إي آر. The harder, the higher. كل ما تدرس أكثر جدية, كل ما تحصل على درجات أعلى. The faster, أضفت إي آر. طب أفرض الصفة طويلة, أقول لك the more. المهم إن عندي ذا إجت قبل صيغة الإيه؟ قبل صيغة المقارنة بين اثنين. ذا أتت قبل صيغة المقارنة بين اثنين. طب ما هو ذا بتيجي المفروض تيجي في صيغة السوبرتيف, صيغة التفضيل اللي هي المقارنة من أكثر من اثنين. قال لك ممكن تيجي قبل الصفة في حالة المقارنة بين اثنين إذا لم يذكر الطرف الثاني. وحتى لو ما فيش ذا, لو ما فيش زان ممكن نحط ذا. يعني هنا the harder the higher, the faster, طب هنا الصفة طويلة the more, يعني بجيب بس المهم ان هي تكون ايه في صيغة الكومباريتيف, سواء صفة طويلة او صفة ايه قصيرة. اقول the harder the more dangerous, دي صفة قصيرة, دي صفة طويلة, دي صفة في حالة المقارنة باثنين, دي صفة في حالة المقارنة باثنين. طب ذا المفروض تكون في حالة المقارنة بين أكثر من اثنين وفي صيغة التفضيل, المقارنة بين أكثر من اثنين والصفة القصيرة. قال لك لا, ممكن تيجي برضو مع الصفة الطويلة والصفة القصيرة في حالة المقارنة بين في حالة إضافة إي آر أو في حالة المقارنة بين اثنين. ما أقول the more the harder the faster the higher. يبقى هنا كلما كان كذا كان كذا. The harder you study, كلما ذكرت بجد, the higher marks you get. الصفة دول جملتين, الجملة الأولى the زاد الصفة في حالة المقارنة بين اثنين, الجملة الثانية the زاد الصفة في حالة المقارنة بين اثنين, دي صفة ايه قصيرة. the زاد الصفة في حالة المقارنة بين اثنين, يعني المقارنة بين اثنين والصفة قصيرة, يعني مضاف لها اي ار. the زاد more في حالة المقارنة بين اثنين والصفة ايه طويلة. ماشي. طيب احنا هنا بنستخدم نو او نيفر في صيغة المقارنة. نو او نيفر بسيط. I have never seen a more beautiful house than this house. انا ما شفتش بيت جميل, بيت اكثر جمالا زي هذا البيت. انا ما شفتش. I have never اجت بعد الفعل ايه المساعد. No river in the world is longer than the river. ما فيش نهر في العالم أطول من نهر النيل. عندي صفة طويلة جبت قبلها more, دي مقارنة بين اثنين. عندي صفة طويلة, دي صفة طويلة جبت قبلها more, دي صفة قصيرة ضفت لها ER. يمكن استخدام less قبل الصفات القصيرة مع صفات المقارنة. يمكن استخدام less. يمكن استخدام less. قبل الصفات القصيرة مع صفات المقارنة. رضا is taller than سيد. رضا أطول من إيه؟ سيد. معنى كده إيه؟ سيد is less tall than رضا. معنى أقل طولا من إيه؟ is less tall than رضا, أقل طولا. less tall, لاحظ حاجة أنا حطيت less قبل الصفر, بس less في حالة مقارنة بين اثنين, وطول مش في حالة مقارنة خالص.
رضا از تولر زد رضا اطول من سيد، معنى كده سيد اقل طولا من ايه؟ من رضا. يبقى از ليس تول مش ليس تولر، از ليس تول اقل طولا، يعني المقارنه انتقلت من تولر الى ايه؟ الى ليس. معايا؟ انتقلت من تولر الى ايه؟ ليس. يقول از ليس لان ليس ليتل المقارنه بين الاثنين بتاعها ليس، المقارنه من اكثر من اثنين ذا ليست، ليتل مقارنه بين اثنين ليس، المقارنه من اكثر من اثنين ذا ليست. يبقى المقارنه بين اثنين اجت لا انتقلت من تولر الى ليس ورجعت تولر الى ايه؟ تول. از ليس تولر از ليس تول ذان رضا. ممكن كلمات تانية لبيان درجة المقارنة، في ماتش كثيرا، a lot كثيرا، even كثيرا، far كثيرا، a bit قليلا، a little قليلا، slightly بدرجة طفيفة. انما اقول لك the Pacific Ocean is much deeper than the Indian Ocean. الباسيفيك اوشن محيط الايه؟ الهادي. is much deeper than يعني اعمق من المحيط الهندي بكثير. much is much deeper than أعمق من المحيط الهندي بكثير. much. The train arrived a bit later than it was supposed to. يعني القطار وصل متأخر شوية عن ما كان مفترض أن هو يكون. a bit later than. a bit later than. المقارنة deeper والمقارنة later. than. بس أنا حطيت much أكثر و a bit قليلا قبل الصفة. much و bit. وممكن احط لوت وممكن احط ايفن وممكن احط فار وممكن احط سلايتلي قبل الصفه، بس الصفه تكون في حاله المقارنه. ممكن نستخدم ذا قبل صفتي، ممكن نستخدم ذا قبل صفتي للمقارنه. ممكن نستخدم ذا قبل صفه مو. هو اذا ينجر عمر فورمان، هو از ينجر، المفروض نقول هو إذا يانجست، صح؟ بس لاحظ حاجة، إن هو قال عمر أورمرنا، يعني دي مقارنة دول طرفين، فمن خلال عمر أورمرنا دول لما نلاقيهم موجودين يبقى نعرف دي المقارنة بين اثنين، يعني الصفة المفروض تاخد إي آر، تمام كده؟ طيب أنا جبت قبلها إيه؟ ذا. ليه؟ لأن مفيش ذان عندي أنا، مفيش عندي ذان ومفيش عندي الطرف الثاني، فأحط ذا. لا في عندي ذان ولا في عندي الطرف الثاني، يبقى احط ذا. هو ذا يانجر، مين الاطول؟ عمر اور ميرنا. اوف ذا تو سيسترز جنى ذا تولر، من الاختين جنى اللي الاطول. المفروض اقول جنى ذا تولست، صح؟ ولكن في اثنين هنا، يعني مقارنه باثنين، يبقى الصفه اضيف لها اي ار. الصفه في اثنين عمر اور ميرنا، في اثنين يبقى الصفه المفروض اضيف لها اي ار. طب الصفة إذا كان الطرفين موجودين يبقى أعرف إن الصفة دي المفروض مقارنة بين اثنين، يعني إذا كان صفة قصيرة أضيف لها إي آر، إذا كان صفة طويلة أضيف لها أحط لها مور. طب أحط قبلها إيه؟ ذا. ليه ذا؟ ذا علشان ما فيش عندي ذان ولا في عندي الطرف الثاني، عشان ما فيش ذان وما فيش عندي الطرف الثاني، يبقى عرفت أنا بحط ذان ليه؟ ذا ليه؟ يبقى امتى بيكون في ذا والصفه اضيف لها اي ار؟ احطها في حاله الكومباريتيف، لما اكون عندي طرفين موجودين، صيغه الكومباريتيف موجوده، لازم الطرفين دول ابص لهم. اذا لقيتهم يبقى احط الصفه في 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 حاله المقارنه بين اثنين واجيب قبلها ايه؟ ذا. ليه ذا؟ عشان ما فيش ذان ولا في طرف الثاني. طيب خلاص انتهينا. كلمه إلدر ما يجيش بعدها ذان ابدا. لما اقول لك هالا از ماي إلدر سيستر، هي اختي الكبرى، ما اقولش زان از إلدر زان، ما ينفعش. إلدر يجي بعدها ذان، إلدر دايما إلدر يجي بعدها ناون اسم، إلدر يجي بعدها ناون اسم. اما اولد اولدر زان ماشي، اما إلدر لا، ما يجيش بعدها لا ذان ولا اسم، ويجي بعدها اسم بس. ماي إلدر سيستر. علي is older than محمد، علي أطول من مين؟ من محمد. طيب she is younger than I am، she is younger than me. me دي صيغة مفعول،
يعني هي اصغر مني. طب انا مش عاوز احط صيغه مفعول، يبقى شي از يانجر ذان اي، انا هي اصغر مني انا. اي ام، ليه حطيت ام؟ عشان هنا فيرب تو بي. طب اذا كان فعل رئيسي they do play read، اذا كان مضارع احط دو، من غير اس احط دو. طب اذا كان زاد اس يبقى احط داز، لو كان هي او شيء او ات. طب اذا كان ماضي احط ديد، ده اذا كان فعل رئيسي. اما فعل مساعد لا، احط هنا فيرب تو بي احط ام، فيرب تو هاف احط هاف او هاز. اذا اني هنا شي از يانجر ذان مي، حطيت مي ليه؟ لان ده ضمير مفعول بيعود عليا، بيعود على المتكلم مي. طب اذا مش عاوز احط ضمير مفعول، احط ضمير فاعل، احط اي، بس احط له الفعل المساعد المناسب ليه. طب اجيبه منين؟ اشوف في الفعل اللي موجود في الجمله، اذا كان فعل مساعد احط ام او از او ار او از او وير احط. طب اذا كان فيرب فعل رئيسي، اذا كان تصريف اول بدون اس احط دو، اذا كان تصريف اول زائد اس احط داز، احط اذا كان تصريف ثاني احط ديت، اذا كان عندي فعل مساعد هاف او هذا وهذا احط. طيب ماشي، مفهوم واضح الكلام ده؟ واضح. طيب بعد كده ماشي، choose a correct answer. The more you read knowledge you gain، كلما قرأت أكثر كلما اكتسبت معرفة أكثر. The more you read the more knowledge you gain. عندي ذا، زائد الصفة بس في صيغة المقارنة بين اثنين. يعني إذا أنت حطيت الصفة بالشكل ده، ذا زائد الصفة زائد الفاعل زائد الفعل، عندي ذا زائد الصفة زائد الفاعل زائد الفعل زائد الفعل في جملتين، كلما كذا كذا كان كذا، كلما كان كذا زي كذا. بتلاحظ ان ذا يجي بعدها صيغه المقارنه بين اثنين، ذا يجي بعدها صيغه المقارنه بين اثنين، صيغه المقارنه بين اثنين. ذا مور ذا مور. طيب منى، اذ ذا اوف ذا تو جيرل، تو جيرلز، يبقى مقارنه بين اثنين. اللي بعد ذا ما احطش اي اس تي، اذ ذا اذا تولر، منى اذا تولر، منى از ذا تولر اوف ذا تو جيرل. ايه اللي خلاني احطها بين اثنين؟ ما المفروض ذا اي اس تي تولست، لا مقارنه بين اثنين لان في عندك اوف ذا تو، اوف ذا تو جيرل. طب حط ذا ليه؟ لان ما فيش عندي ذا ولا الطرف الثاني. اي نيد تو باي ا فون، اي نيد تو باي ا مور مودرن فون. هي المفروض يكون ذان ذان كذا، يعني تليفون احدث من تليفون فلان، صح؟ عندي موست اكثر، مودرنست، موست مودرن ما ينفعش، مقارنة اكثر من اثنين وما فيش زي كمان ذا موست. ومودرنست ما تنفعش، دي صفه قصيره، صفه طويله ما ينفعش اضيف لها اي اس تي. هنا مور، هنا مودرنر صفه طويله ما ينفعش اضيف لها اي ار، مور مودرن. اي نيد تو باي ا مور مودرن، مقارنة بين اثنين. المفروض يكون في ذان. طيب مها اذا نقط اوف ذا تو سيستر، تو سيستر يبقى الصفه مضيف لها اي ار على طول. الدر اذا الدر اذا الدر اوف ذا تو سيستر، الدر اوف ذا تو سيستر. يو مايت بي تول، انت ممكن تكون طويل، بط ايام ايام ايه تولر، مقارنه باثنين ايام تولر، مش لازم زان وكذا. انت ممكن تكون طويل بس انا اطول. This morning is than، مقارنة باثنين يبقى more peaceful، peaceful صفة طويلة more peaceful. سامي is happier، happier than، دي مقارنة بين اثنين. هي سامي is happier today than he was yesterday، هو اسعد النهاردة من ما كان بالامس. هابير هذا صفة قصيرة مضاف لها ER، هابير. علي and هاني are friends but علي is ايه؟ is older، علي أطول، هم أصدقاء بس علي ايه؟ أكبر في السن، is older. طيب أنا ما قلتش oldest،
لان ليه؟ لان هما بس ما فيش الاثنين علي ومين هان، دي صفه طويله، دي صفه بين اكثر من سنين، ما ينفعش مور اولد، ما ينفعش، لان دي صفه قصيره ودي صفه طويله. ماتش اولد ما ينفعش، يبقى هي اولدر. ماشي ماشي. طيب في عندي صفات، الصفات القصيره قلنا في حاله في صيغه الكومباريتيف او المقارنه بين اثنين اضيف لها اي ار زائد زائد، والمقارنه بين اكثر من اثنين اجيب قبلها وبعدها اي اس دي. طيب ولكن في صفات قصيره ما بتتبعش، مش بتتبع القاعده دي. ليه؟ لانها افعال، لانها صفات الريجولر. الريجولر يعني مش منتظمه، يعني شاذ، مش بتخضع للقاعده دي، مش ريجولر. زي جود في حاله الكومباريتيف مقارنه بين اثنين اقول بيتر ذان، احسن من، ذا بيست الاحسن، سوبرتيف. ويل بيتر ذان، ذا بيست. باد ورث ذان، ذا ورست. ليتل ليس ذان، ذا ليست. ماتش مور ذان، ذا موست. ميني مور ذان، ذا موست. ليت ليتر ذان، ذا ليتست. فار فارذر ذان، فيرذر ذان، ذا فارزست، ذا فيرزست. معايا؟ دي صفات يجب ان هي تحفظ وتتخذ زمائية. دي صفات قصيرة حالة مقارنة بين اثنين، تلاقي الصفة حالتها الأولى تختلف على الثانية، تختلف على الثالثة. ماشي، علينا نحفظها زمائية. طيب No girl in a class is better than عمر. ما فيش بنت في الفصل أحلى أحسن من مين؟ من عمر. Nothing in life is worse than dishonesty. ما فيش حاجة في الحياة أحسن من الايه؟ من عدم الأمانة. is worse than، فيش حاجة في الحياة أسوأ من عدم الأمانة. ما فيش nothing in life is worse than dishonesty، أسوأ من الايه؟ من عدم الأمانة. is worse than dishonesty. طيب better than، أنا بقارن البيت الفصل بمين؟ عمر. هذا better than مقارنة بين اثنين، worse than مقارنة بين اثنين، من ما فيش حاجة في الحياة و dishonesty. ملاحظات على صفة التفضيل، نشوف صفات التفضيل ملاحظات عليها. طيب لا نستخدم ذا قبل صفة التفضيل عندما أسبقها صفة ملكية أو أبوصرف إس. يعني إذا كان صفة التفضيل قبليها صفة ملكية، صفة ملكية زي ماي، زي اور، زي هز، زي ذير. معايا؟ دي كلها اسمها صفات ملكية. ماي كار سيارتي، هز كار سيارته، هير كار سيارتها، اور كار سيارتنا، ذير كار سيارتهم. خلاص؟ دي اسمها صفات ملكية. إذا كان الصفة قبلها صفة، قبل صفة التفضيل في صفة ملكية، ما ينفعش أجيب ذا. لما أقول محمد صلاح is Egypt's، هذا بصرف إس، best player، مش Egypt's the best player. ما ينفعش أقول Egypt's the best player، مش ينفع. محمد صلاح is Egypt's best player. عمر is my youngest son. ما جبتش ذا لان في صفة ملكية my، هنا صفة ملكية أبصرف إس، ما جبتش ذا عشان في صفة، عشان في أبصرف إس، ما جبتش ذا عشان my. World's longest river is the river Nile. The world's عندي أبصرف إس، عشان كده ما جبتش ذا longest. يبقى إذا في حالة التفضيل لما يكون صفة التفضيل يعني صيغة المقارنة بين أكثر من اثنين، إذا إجا قبلها أبوصرف إس أو صفة الملكية بشيل ذا. دي حاجة. نستخدم حرف الجر أوف مع الفترات الزمنية والأسماء الجمع. يعني جانا إز ذا بيست جيرل أوف هير فريندز. جانا أحسن بنت في أصدقائها. في دي أوف. ذا لوز أوف ماي كار إز ذا ورست إيفنت أوف 2020. يعني فقدان سيارتي هو أسوأ حدث في عام 2020. يبقى دي فترة زمنية. خلاص اسم جمع، لما يكون عندك فترة في صيغة التفضيل فترة زمنية أو اسم جمع بحط أوف قبليه.
ومع الأماكن بحط at أو in. أقول Everest is the highest mountain in the world. هلا is the cleverest girl at school. in أو at قبل الأماكن أو الأشياء المفردة. نستخدم ever في صيغة تفضيل. This is the most interesting book I have ever read. لما ألاقي ever دائما يبقى أعرف إن دي صيغة تفضيل. أعرف دي صيغة تفضيل يعني صيغة مقارنة بين صيغة تفضيل يعني صيغة مقارنة بين أكثر من اثنين. This is the most interesting book I have ever read. أحسن كتاب أنا قرأته. The most interesting. دي صيغة تفضيل. I have ever read. معايا؟ طيب. يمكن استخدام most بدون the بمعنى very. يعني مثلا I saw a most beautiful girl معناها very beautiful girl. I like عبد الحليم حافظ best يعني very much. كلمة best معناها very much. most معناها very. يأتي بعد the farthest حرف الجر from. يأتي بعد the nearest حرف الجر to. يعني مثلا صان الحجر is the farthest city from زجزج. صان الحجر هي أبعد مدينة من زجزج. من from بعد فارسست أخذ from. ليبيا is the nearest country to Egypt. يعني أقرب بلد إلى مصر. to Egypt إلى مصر. من الزجزج. from زجزج to Egypt. يعني from تأتي بعد فارسست. to تأتي بعد nearest. نستخدم never للتعبير عن التفضيل الصيغة الآتية. I have never read such an interesting book. أنا لم أقرأ مثل هذا الكتاب الشيق. such an interesting book. I have never read a book as interesting as this book. ما قريتش كتاب خالص شيق زي هذا زي الكتاب. يعني never تعبر عن صيغة التفضيل. طيب لما اقول لك هنا مها is the of the two of the four sister. is a مها of the four sister. is the older of the two of the four. Maha is the older. is the eldest. eldest ما تاخدش elder دي او هي elder بس. هي elder بس ويجي بعدها اسم. هي elder بس ويجي بعدها اسم. elder ما تجيش اللي في حاله واحده. elder ما تجيش اللي لازم يجي بعدها اسم. ما يجيش كده وما يجيش بعدها ذا. يبقى مها إذا إلدر ما تنفعش. إذا أولدر الأكبر في إخواتها. إذا أولدر طيب. I do badly in math, but at least I am not the worst. أنا لست at least على الأقل I'm not the worst. It is the most important lesson you will ever learn in life. We all have trees in our yard. My tree is the tallest. She is the girl in our class. She is the smartest girl in our class. Sammy is the most handsome boy in the world. دي صيغة تفضيل. صيغة تفضيل. The smartest. ماشي. طيب. في عندي بعد كده تساوي الصفات. لما يكون صفتين متساويتين بحطهم ما بين أدا تول نحطها ما بين as أقول our tree is as tall as our house. لما يكون اثنين
الاثنين متساويين في نفس الصفة، اور تري واور هاوس، الشجرة طويلة زي البيت زي بيتنا، اقول لك اور تري از از تول از اور هاوس، يبقى حطيت الصفة من بين از از عشان اعبر عن التساوي في الصفات. ايا از از اولد از هند، هي كبيرة زي هند، يبقى هنا تساوي في العمر. طيب عاوز اعبر عن عدم التساوي، احط نوت بعد فعل مساعد، اقول عمر از نوت واحط از as زي ما هي، او احول as الاولى الى ايه so، اقول عمر is not as old as جنى، او عمر is not so old as جنى، يعني كل عملية احط نط بعد فعل مساعد واحط as زائد الصفة زائد as زائد الطرف الثاني، او احط نط بعد فعل مساعد واحول as الاولى الى so واخلي as الثانية زي ما هي، is not as old as Jana أو is not so old as Jana. A tiger is not so أو as strong as a lion. طيب. نستخدم as زائد الصفة زائد as مع no، يعني no river in the world is as long as the river Nile. No river يعني اعتبر نفي، ما فيش نهر في العالم طويل زي river is as long as the river Nile. نستخدم as زائد الصفة زائد الاسم من الصفة زائد the same، يعني كلمة the same يجي بعدها الاسم زائد as، يعني مثلا رنا is as tall as إيمان، رنا طويلة زي إيمان. ماشي، عاوز أقول إن رنا نفس الارتفاع أو نفس الطول بتاع إيمان، رنا is the same height as إيمان، يعني طول الاسم بتاعها height H E I G H T is the same height as، يعني same يجي بعدها اسم. رنا and إيمان are of the same height، الاثنين من نفس اللي من نفس الطول. لما أقول لك as old as، لما أقول لك إيه as old as، old عاوز يجيب الاسم بتاعها أقول the same age، as expensive as أقول the same price، as tall as أقول the same height، as heavy as the same weight، as popular as the same popularity، as wide as the same widths، as deep as the same depths، as fast as the same speed، نفس السرعة. The same age، هو كبير في السن زي مين؟ زي فلان. أقول لك they are of the same age. The same هو غالي، the same price نفس السعر. هو طويل أو مرتفع، the same height. هو تقيل، the same weight نفس الوزن. هو شعبي، the same popularity نفس الشعبية. هو واسع، the same width نفس الاتساع. هو عميق، the same depth نفس العمق. As fast as the same speed نفس السرعة. Fast سريع نفس السرعة. يعني the same يجي بعدها اسم، أما as يأتي بينهم صفة، ولكن صفة في الحالة في صيغة العادية صيغة عدم المقارنة، دايما as ما بين as يأتي صفة في الصيغة العادية، يعني مش في صيغة مقارنة بين اثنين أو أكثر من اثنين، في الصفة العادية خالص. طيب نشوف الأسئلة. بلوتو is the farthest planet، farthest from، farthest هي معها حرف الجر from. أمير is not، is not ما فيه في هنا as، يبقى اخذ هنا as، وده الصفة old is as old is not as old as he look. My friend has got the same marks as، the same marks as as mine، as mine نفس الدرجات زي بتاعتي. My friend has got the same marks as mine، نفس زي درجاتي as mine، أو as ممكن أقول as me زي as mine زي درجاتي، as me زي هي غالبا as me. She is as nugget as her sister، she is as tall as her sister، they are the same height، height يبقى tall. ماشي.
ناتي نشوف هنا بقى. خمسة. محمد إز دولار زان. دولار زان إيه؟ مي. أطول مني. ما عندي آي. طب آي عايزة فعل. مساعد مفيش. يبقى دي ما تنفعش. طيب ماين دي ضمير ملكية. ما ينفعش. أنا عاوز ضمير مفعول. طب ماي ضمير ملكية برضو ما ينفعش. أنا عايز ضمير مفعول. ضمير مفعول عندي مي. ضمير مفعول عندي إيه؟ مي. يعني ماي ما ينفعش لأن ماي ضمير ملكية. تبقى مي. يبقى ده ما ينفعش. آي زان آي. لو قلت أيام ماشي ينفع. آي بس لوحديها ما ينفعش. طب ماين دي ملكية ما ينفعش. ماي ملكية ما ينفعش. يبقى هي إيه؟ مي. لا يوجد بعد صفة المقارنة فعل مساعد لذلك اخترنا ضمير مفعول. ندى is of the two. طبعا مقارنة بين اثنين. بين اثنين. خلي بالك of the two. Of the two sister. ماشي. يبقى اخد ايه؟ اخد صيغة المقارنة اللي هي بين اثنين. يعني مضاف لها ER ويكون قبل لها ايه؟ the. صيغة مقارنة بين اثنين. ليه؟ في الاثنين. Of the two sister. ويكون قبل لها ايه؟ the. يبقى ندى is the younger of the two sisters. نضع ذا قبل صفة المقارنة إذا تبعت بـ of the two. صيغة المقارنة يعني صيغة المقارنة من اثنين. أما صيغة التفضيل يعني صيغة المقارنة من أكثر من اثنين. طيب the more you study the more marks you get. كل ما تذاكر أكثر كل ما تأخذ درجات أكثر. يبقى هنا the more هذا الجملة الأولى. the more الجملة الثانية. the more the more زي كفة الم. the more the more. كل ما كلما كذا كان كذا. زمور صيغة مقارنة. كلما نضع صيغة المقارنة ذا صيغة مقارنة ذا ذا مور ذا مور. وخلي بالك المقارنة تكون بين اثنين. بين ايه؟ بين اثنين وقبلها ذا. أسماء is the most beautiful person of the family. لأن لو إجا اسم بقى في صيغة التفضيل إجا بعدها اسم مع جمع أخذ ايه؟ أخذ حرف الجر of. صيغة التفضيل يعني صيغة المقارنة من أكثر من اثنين. I feel no good when I visit my grandmother. أنا بشعر إيه؟ كلمة feel عندي كلمة taste عندي كلمة إيه؟ seem عندي كلمة get عندي كلمة go عندي كلمة look عندي كلمة smell. الأفعال دي كلها بيجي بعديها الفعل. بيجي بعديها الفعل يجي بعديها آسف يجي بعديها الأفعال دي كلها يجي بعديها الصفة. الصفة في حالتها العادية بدون مقارنة بدون صيغة بدون صيغة كومباريتيف أو صيغة سوبرتيف بدون صيغة مقارنة أو صيغة بين اثنين أو أكثر من اثنين. يبقى I feel happy. دي لا unhappily دي مضاف لها إل واي دي ظرف. happily ظرف مضاف لها إل واي دي ظرف أو حال. happiness دي اسم يبقى دي الصفة. I want to get نضع بعد أفعال الشعور والحواس صفة. بعد أفعال الشعور والحواس اسمها أفعال الشعور feel. أفعال الحواس hear smell taste دي كلها أفعال see دي كلها أفعال حواس. نضع دايما أفعال الشعور والحواس بيجي بعدها صفة في حالتها عادية. I want to get عندي everything و something و anything و everyone و someone و someone و no one everywhere anywhere. دي الحاجات دي كلها لازم يجي بعدها صفة. يجي بعدها صفة مش قبلها. فين ده necessary يجي بعد everything. بيدي الصح everything تأتي بعد أفعال تأتي الصفة بعد everything something everyone someone. خلاص كده رقم ستة. I want to get خلاص دي necessary دي الصفة اجت بعد ايه؟ بعد every single everyone دايما الصفة تيجي بعديهم. I was very surprised when I saw when I saw a man that was afraid. ليه انا خدت
افريد ما لا نضع صفة افريد قبل الاسم، ولكن تأتي في اخر جملة يأتي بعدها اسم. افريد ما تجيش قبل الاسم ابدا، يعني هنا افريد مان ما تجيش، ما ينفعش. طيب افريد بعد الاسم برضو ما تنفعش. مان اوف افريد ما تنفعش. امان هو ذات ووز افريد. دين افريد هتيجي في الاخر وتاتي بعد الفعل المساعد، تاتي في الاخر وبعد الفعل المساعد. افريد بس، افريد يعني قائم. الون لوحده. الايف يعني عايش لوحده. الايف الون افريد. الصفات المميزه، صفات المنتهيه بايه، دي كلها بتاتي في اخر الجمله وقبلها فعل مساعد. طيب اور كلاس ريد ستوريز ذان، ذان 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 ريد ستوريز ذان ذم ذان ذي دو. خلي بالك انا حطيت نضع ذم، ده ضمير مفعول، ذم ضمير مفعول نحطه. او وايضا نضع ذي لوجود الفعل دو، ذي دو يعني ذم صح، وذي دول صح. ذان زي. وليه قلت دو؟ لان الفعل اللي عندي هنا ايه؟ ريد، اللي بقى اور كلاس دي فاعل، وريد دي ايه؟ فعل. الفعل ريد ده تصريف اول بدون اس ياخد ايه؟ دو. يبقى حاجه من اتنين، اما احط ضمير مفعول زي زم، زي مي، زي هم، زي هير، زي زم. خلاص؟ دي اسمها ضمير مفعول. او احط ضمير فاعل زي زي، بس احط له الفعل المساعد المناسب بما يتناسب مع فعل الجمله اللي موجود قبلها. زيدو يعني ذم تنفع وزيدو ينفع. اما احط ضمير مفعول او احط ضمير فاعل زي زي، وبعديه فعل مساعد دو اللي هو متناسب مع الفعل الموجود في الجمله. فريد احط دو، تبريتس احط ضز. طب هنا is احط is، ار احط ار، وهكذا. English is my son's not favorite subject. اقول هنا طبعا the most، اخد most. ليه most؟ ليه انا هنا حطيت most؟ لان most قال لك في صيغه التفضيل، يعني صيغه المقارنه بين اكثر من سنين، المفروض اقول the most صح؟ طيب انا هحذف الذا. ليه هحذف الذا؟ لان اجى قبلها ابوصرف اس، ضمير ملكيه ابوصرف اس، او اجى قبلها ضمير ملكيه زي ماي، زي هز، زي هير، زي اور، زي ماين. اذا في صيغه التفضيل او صيغه المقارنه بين اكثر من اثنين، سواء صفات طويله او صفات قصيره، اذا اجى قبلها أبصرف إس أو ضمير ملكية بحذف إزاي؟ بحذف إزاي؟ يبقى English is my son's most favorite subject. ما قلتش the most لأني شلت إزاي عشان خاطر ضمير الملكية اللي هو أبصرف إس. عمر is the youngest person of the family. No person of the family is him. هو أصغر واحد، ما فيش واحد as long as him. فيش واحد صغير زي him. هم برضو ضمير مفعول. طيب هنا استخدمت as young as لأن جملة تساوي that no ما فيش. I have seen such a beautiful. I have never. لم أرى مثل هذه البنت الجميل. I have never seen. لم أرى مثلها. طيب I am as tall as Muhammad. We both are of the same height. إحنا كلنا من نفس اللي نفس الطول. انا طويل زي محمد، احنا الاثنين بنفس الطول. اوف ذا سيم هايت بنفس الطول، نفس الارتفاع. ار ذا سيم اوف، ذا سيم اوف او اوف ذا سيم. ماشي. نيجي للقطع جرامر. Could you open the window please, it's getting hotter. It's getting hotter in this room. هي اصلا it's getting hotter than your room. It's getting hotter in this room than your room. Than the room دي احنا شلتها خلاص. يبقى it's getting
هوتر in this room. شلت زان وشلت in this room. In my opinion, it's warmer now than مقارنة اثنين ناقصي than. ماشي؟ طيب. ميرنا is not as her mother. Is not as beautiful as her mother. Is not as beautiful as. What a صفة. I am very clever at cooking, but my mother is the cleverest. The cleverest cook I've ever seen. دايما ever تيجي بصيغة تفضيل. يبقى the cleverest. Ever أو never تيجي بصيغة تفضيل دايما. Is the cleverest cook. يعني إيه cleverest cook؟ يعني الطباخة الأكثر مهارة is the cleverest cook. الطباخة الأكثر إيه؟ مهارة. لما نقول ميرنا is as beautiful as her إيه؟ as her mother. I am very clever at cooking but my mother is the cleverest cook. يعني هي أمهر طباخة أنا شفتها I've ever. دايما ever تيجي في حالة إيه؟ حالة تفضيل. بدلين على التفضيل. I love all my family but I love my father most. أكثر. I love my father most. I love my father most. طيب. I love my father most. I love my father most. الأكثر أو ممكن أقول more. More تنفع. دي تنفع دي تنفع. Omar speaks French. Worse than he writes it. Omar يتكلم in فرنساوي أسوأ من اللي هو بيكتب. Worse than. أخذ worse than. دي صيغة اللي هي bad worse the worst. Cars are twice as expensive as expensive as. Perhaps I looked bad this morning, but she looked worse. Rida is as tall as Islam. I am 175 centimeter tall. My brother is 176 centimeter. He is slightly taller than me. Slightly. He is slightly. Slightly taller than me. He is slightly. Slightly taller than me. هو أطول مني. حاجة بسيطة. طيب. The Amazon is not as long as the Nile. The Nile is the longest of the two. الأطول في الاثنين. Is the longest. Is the long. Is the longer of the two. مش عند اثنين يبقى أخذ longer. مقارنة بين اثنين وقبلها إيه the. يبقى هنا is the longer. Is the longer of the two. ماشي. عشان عندي في عندي كلمة إيه of the two. أهم حاجة دي. ماشي. Which do you think is the most exciting city in the world? Which do you think is the most exciting city in the world? هي صيغة تفضيل. Is the most exciting. A woolen suit is not as
waterproof as the clothing climber used today. As دايما بيجي الصفة في حالتها العادية waterproof as. The teacher told us such an interesting story. مثل هذه أخبرنا مثل هذه القصة الشيقة. Such دايما such هي بعدها اسم أو اسم موصوف أو اسم قبله صفة. اسم قبله إيه؟ صفة. Such. علي said that he was awfully sorry. كان أسف جدا to be late for this morning. Mount Fuji is the highest mountain in Japan. يعني دي صيغة تفضيل. يعني أعلى جبل في اليابان. Soa's book is a little boring. Hebe's book is very boring. Soa's book is more interesting than Hebe's book. Is more interesting than the expensive in my life was when I was a big bear in the wild. When I saw. يعني كان تجربة يعتبر أخوف تجربة في حياتي عندما أشوف الدب بير in the wild في البرية. The most frightening experience. The most frightening experience. You should buy the green trouser. They are the least expensive. They are the least expensive. Abir and Omar are of the same height. They are as tall as each other. Mr. Ihab is the Nugget teacher. Is the most inspiring teacher. Tamir is a much calmer person than Omar. So before their exam, Omar was much more nervous than Tamir. Much more nervous than Tamir. The Nugget, the biggest animal which I have ever seen in Egypt is a camel. The biggest. Video cassettes are not as modern as DVDs. دايما as يجي بين الصفة في حالتها الطبيعية بدون مقارنة. طيب The United States of America is at least twice as big as England. قد إنجلترا مرتين. He was much older than I remembered him. Much older than. The more he insisted he was innocent, the less they seemed to believe him. The more, the less. I like all kinds of sports, but I think football is the most exciting game to watch because it's so fast moving. It's the most exciting game. I think that the new salesman is more honest than the last one. The second half of the football match was not. As exciting as the first half. والله أو was not so exciting as the first half. الاثنين تنفع B و C. ممكن not بعد فعل المساعد وحط as أو not بعد فعل المساعد وحول as الأولى إلى so وحط صفة وحط as الثانية وخلاص. طيب. She is the most intelligent of
all the students من كل الطلاب. طبعا of تيجي بعدها اسم جمع. طيب 31 The paper should be a bit thick in order to be used well in printing. يجب أن يكون سميك شوية. I think people from the north of my country are people from the south are happier than happier. Happy دي صفة قصيرة. Happier than مقارنة بين south والnorth. Which is better? Exercise swimming or tennis. Those were the least comfortable coaches I have ever sat in. أقل راحة. دي كوتش يعني أريكة. يعني مجلس. كنبة. The whole idea of democracy was something strange and new. ليه something strange and new دي صفتين ياتوا بعد something أو somebody أو somewhere. Everyone or everywhere or everything. She's got less money than you. Less money than you. مقارنة بين اثنين اللي هي little less. Weight lifter يعني رافع الأثقال. These days are lifting heavier weights than ever before. اثقل اوزان اثقل لمقارنة اثنين. طيب 38 You did a worse job on your homework assignment this time. Keep up the good time. Worse. That's what. A worse job. اللي هي bad, worse, the worst. Which of the three supermarkets do you think has wider range of products? Wider. مقارنة. Wider range. Of the product. آسف. Has the widest range of products. ده مقارنة بين أكثر من اثنين. Has the widest. أقول the widest. دي غلط دي. Has the widest. It's becoming harder and harder to attract. يعني أصبحت أصعب وأصعب. It's become ده من الأفعال اللي هي أفعال الشعور والحواس اللي بيجي بعدها ليه؟ اللي بيجي بعدها الصفة. بس الصفة ممكن أزودها عشان أعمل صيغة مبالغة وأحط بينها وبين بعضها and. It's becoming harder and harder. Harder and harder. Were you really born in 1981? I didn't realize you were I didn't realize you were the same age as me. The same age as me. أنا ما أدركتش إن أنت كنت من نفس العمر زي. The same age. You were as age. ما ينفعش as يجيب منها اسم. ما ينفعش as يجيب منها صفة في حالة مقارنة. ما ينفعش the same ويجي بعدها صفة. لازم يجي بعدها اسم. يبقى هنا the same يجي بعدها اسم. The same each as. دي تنفع. Shams did a bungee jump. But I was too scared. أنا كنت خائف. He's much braver than me. هو أكثر شجاعة مني. You'd better give us as more factual evidence as possible. يعني دليل واقعي أكثر كلما يمكن.
He is the same age as his wife. هو نفس العمر زي زوجته. This exactly means that he is as old as his wife. هو كبير في السن زي زوجته. Let's see. I think that people who live in villages are more friendly than people in big cities. Are more friendly. خلي بالك friend في الأخيرة دي في آخرها إلا واي. المفروض يتخطأ إلا واي. يبقى هنا إيه؟ I think that people who live in villages are more friendly than people in big cities. The website. ماشي. The website hotels in a wide price range. The website listed hotels in a wide price range. I was amazed that the most expensive ones cost over $2,000 a night. أنا كنت مندهش إن الأكثر غلاء اللي هي الفنادق الأكثر غلاء بتكلف حوالي $2,000 في الليل. طبعا الويب سايت حطت قوائم بالفنادق بأسعارها كاملة. It was amazed that the most expensive ones, الأكثر غلاء, cost over $2,000 a night. $2,000 في الليل. Our atmosphere. Our atmosphere is gradually become more and more polluted. More and more polluted. يعني تلوث أكثر وأكثر. More and more polluted. دايما صفة تكررت بتكون في صيغة المقاردة بين اثنين. Egypt won more than three times as many medals as Tunisia, Tunis. She was afraid of flying, but I told her it's not as dangerous as traveling by car. She was afraid of flying, هيك خايفة من الطيران. But I told her, أخبرتها, it's not as dangerous as traveling. هي مش خطيرة زي السيارات. He is older than I am. ما قلتش elder than, لأن elder ما يجيش بعدها. Elder elder يجي بعدها اسم بس, ما يجيش بعدها than. هنا than غلط بعد elder, than هنا غلط بعد elder. لكن ممكن older, older يجي بعدها than, ويجي بعدها الفاعل, ويجي بعدها الفاعل مساعد, لأن في هنا فاعل مساعد, هنا ضمير فاعل I, ويجي بعدها فاعل مساعد, لأن هنا فاعل مساعد, بس هنا فاعل مساعد يتفق مع الفاعل هي, هنا فاعل مساعد يتفق مع الفاعل إيه I. بوس A and B, هذا A و B, لا غلط, is older than, دي غلط دي صح. علي doesn't have as high marks as أحمد. Who's Marcus are higher? Ahmed's. طيب. 52. سوا 50. طيب. She offered me more money or a car. And I chose the later, الأخير. I chose the later, الأخير. The later, الأخير. A passing driver picked up a boy who was alone. دايما الصفة اللي فيها زي alone, alive, afraid. خلاص دي لازم تيجي في آخر الجملة ويجي قبلها فعل مساعد. ما ينفعش تيجي قبل اسم او بعد اسم. He was far
less experienced than. The other applicant. I have never watched such an exciting film. This exactly means this is the first time I have watched such an exciting film. Sayyid is tall, but Rida is taller. This means that يعني Sayyid is as tall as a Rida. Sayyid is tall, but Rida is taller. This means that Sayyid isn't as tall as Rida. ده معنى ده الحل. اللي هو بي. طيب. Mr. Kareem is the best teacher at school. أحسن مدرس في المدرسة. This exactly means. هذا بيعني. No teacher at school is better than Mr. Kareem. I have never seen such a beautiful woman. This means. This is the first time I have ever seen such a beautiful girl. This is the most expensive mobile in the shop. What does this mean? ده معناه ايه؟ معناه this mobile has the most price in the shop. كده خلصنا صفحة 86. شكرا. Good luck.